الابتعاد عن التنبؤات والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المواطنين إن كان سلبا أم إيجابا؟ هلا شيء ضروري كتير الإنسان إنه يتمتع أول شيء بفكر عقلي كتير يكون سليم، ومن اسمها بتبقى تنبؤات، وما حدا بيعلم بالغيب إلا ربنا بالتأكيد، ونحن كبشر لازم دائما نروح عن مصدر المعلومات المثبت دائما ليكون هو أساس بتعاملنا المستقبلي مع أي حدث بسيط. والله بصراحة أنا أعتبر هاي الحرب الناعمة، الحرب الناعمة اللي تقتل الإنسان. يعني أنا والدي والدتي يعني ناس خياطرة قضوا حياتهم على أخبار وعلى التواصل الاجتماعي، بس التواصل الاجتماعي بصورة تكون محدودة غير اللي هسه احنا جايدا نزاولها، تمام؟ فأنا شفت أنه ما قدمت شيء صراحة. يعني أنا شفت الأخبار اللي أسمعها كلها عبارة عن زوبعة في فنجان. من تنبؤات الزلازل لا تنبؤات ليلى عبد اللطيف، لا هالزعبرات هاي. العقل بيعرفنا بيعرفي هو الشرع الأعلى، شو بيقل لي عقلي بصدق. مجتمعنا كتير بيآمن بهالقصص، أنا شخصيا لا بآمن ولا بهتم ولا بيعتني لي شيء أبدا، لأنه حركة المجتمع أبدا بتتناقض مع هذا الكلام. يعني في حدا بيعرف شو رح يصير، ونشكر الله انه ما بنعرف شو راح يصير بكره. يعني اكيد لازم نبعد عنه لانه بتاثر على الحاله النفسيه للشخص، وممكن اكيد هلا اغلب الشائعات معنا صحيحه فممكن تاثر على حالتنا النفسيه. لازم نضلش هذا الشيء لانيته مثلا بيقولوا لك راح يصير انفراجات ويصير تسهيلات والامور كذا، ما في اي تحسن.